يقدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس. ماكسيس. كل نهار عندك لالا الفرصة تلتحقي بينا إلا كنت مازال ما درتي هذه الخطوة. أنا كنشجعك كنقول لك مرحبا بك معنا في الجروب ست الحبايب. هو جروب ومجموعة خلقناها مع ماكسيس على الصفحة الرسمية الأصلية ديالي سناء الزعيم أصوات خصيصا لكل أم. الأم اللي انت اليوم كيفاش وليتي هاد الأم ديال اليوم؟ الأم اللي انت كتحلمي تولي إلا ما زال طبعا ما رزقكش الله بطفل ممكن تقاسمي معنا الشهادة ديالك. الأم اللي كبرتي معاها واش اليوم كتشبهي لها أو أنت مختلفة عليها؟ هناك أكيد أسئلة كثيرة حول الأمومة اللي هي إحساس اللي هي واش بالفطرة أو كان تعلموها اللي هي كذلك واحد الوضعية اللي كتغير أشياء كثيرة في حياة كل مرأة وبعد المرات كتفاجئنا ما كنكونوش كنتصوروا أنه غنقدروا نديروا هذه أو نحققوا هذه. ولكن بفضل الطفل ديالنا أو الأطفال ديالنا شحال من مرة حياتها كتغير وكذلك النفسية والمعنويات ديالها. شحال من مرة كتكتشف الأمومة في ظروف صعيبة كيفاش كتجتازها؟ هذه كلها قصص اللي كتهمني واللي كنبغيو نتقاسموها معكم مستمعاتنا الكريمات على أصوات. فمرحبا بكم معنا. يوميا كنختاروا قصة من هذه القصص اللي معنا على الجروب باش تدوز في البرنامج وتسمعوها معنا على أثير الإذاعة. واليوم معنا هانية من دار بوعزة. السلام عليكم. وعليكم السلام أخت حنا، كيداير لاباس عليك؟ لا وعليك الحمد. هانية بداية انتي التحقتي بالجروب، عاودي للسيدات شنو اللي شجعك وفاش دخلتي للجروب؟ اشنو لقيتي في الجروب ديالنا ستي الحبايب؟ لقيت فيه بزاف ديال النساء مشاركين القصص ديالهم وانا عجبتني الفكرة بزاف، كنشكرك عليها بزاف على ذاك الجروب صراحة عجبني. ومني فاش يالله درتي حطيت القصة ديالي وتفاعلت مع كاع الامهات والقصص كيختلفوا من قصة لوحدة. عجبني الحال قلت علاش لا ما نجرب حتى انا ونعاود القصه ديالي كيف ما هي ونحطها فعلا. وانا كنرحب بك معنا في الجروب اللي هو على الصفحه الرسميه، كنعاود ناكد سناء الزعيم اصوات الصفحه الاصليه ديال الفيسبوك. غتلقاي لالا الرابط فادخلي عندنا الجروب ولايكي الصفحه الرسميه ديال الشريك ديالنا طبعا ماكسيس. هذه خطوه مهمه وكذلك بوستي لنا او عاودي لنا وتقاسمي معنا القصه ديالك. هانيه غادي نوصلوا اليوم نهضروا على القصه ديالك وعلى الامومه. انت كيفاش كتعيشيها؟ انت ام العمر ديالك 27 سنه، عندك بنيه اللي سميتها هدايه والعمر ديالها 3 سنين ونصف. كيف عاملة هداية؟ كتشبه لك ولا كتشبه لباباها؟ لا كتشبه لي. الحمد لله. قولي خصها تشبه لي. هادي ديما الأمهات كنبغيو نقولوا وليداتنا كيشبهوا لنا ياك، خصهم يكون فيهم شي حاجة ديالنا. ضروري. صراحة أنا تزوجت في 2014 كنت مع العائلة الزوج ديالي وبحكم اختلاف ديال المناطق الأصل ديالهم هما يا شلوح. من اللي بديت معهم حياتي صراحة بديت معهم من الصفر. لقيت كل شيء. أنت الأصل ديالك منين أنت؟ أنا عبدية. أنت عبدية وهما شلوح. نعم. فمنين بديتي فمين بدات الحياة الزوجية ديالك؟ شنو لقيتي شوية العادات مثلا مختلفة؟ لقيت العادات مختلفة، لا اللغة ديالهم ولا الأطباق ديالهم. حاولت أنني نتأقلم معهم بشوية ونتعلم. تزوجت في 2014، دازت 3 شهور على زواجي، سافر الزوج ديالي برا البلاد. دابا الزوج ديالك هو مهاجر. بقيت مع العائلة إلى يومنا هذا. إلى يومنا هذا الزوج عايش في الخارج؟ لا، من اللي دارت بنتي عام ونص صافي رجع واستقر معنا بالمرة. ايوا مزيان. هذه شي حاجه اللي غتكون كتحسك بامان اكثر، وحتى بنيتك انها تكبر في بيت اللي فيه الاب حاضر معاها جسديا ومعنويا راه شي حاجه اللي مهمه. طبعا مهمه بزاف بالنسبه للوليدات. المهم دازت 3 شهور سافر الزوج ديالي على برا، بقيت مع العائله ديالو.
الحمد لله عائلة ديالو مزيانين، كيعاملوني زوين بحال بنتو. ما لحقاش كانت عندهم غير بنت وحده وكانت زوجات، وداروني انا في بلاصتها. صافي مشى سافر ورجع من بعد، كان كيمشي وكيرجع كي قلت لك 6 شهور عام وكيرجع. في 2000 في شهر 11 2015 حملت، دازت على الحبالة ديالي 7 شهور. كان معايا هذيك الساعة عاود سافر الزوج ديالي على برا، بقيت بوحدي وحسيت بواحد الفراغ كبير في حياتي وواحد النقص، وخرج من العائلة ديالو معايا. صافي كنت قبل ما ملي كنت في الحبالة ديالي كتقول نهار ولدتي نهار ولدتي زوجك كان معاك ولا كان في الخارج؟ لا كان في الخارج، كنت غير بوحدي. يعني دزتي داك المرحلة بوحدك؟ ولدت بنتي بوحدي، حتى دارت بنتي 6 شهور عاد فاش رجع الزوج ديالي من برا. واكيد انه هذا الشيء اللي كتحكي لنا راه شحال من سيده اليوم كتلقى راسها في القصه ديالك هانيه. علاش؟ لانه كنعرفوا لانه كثير من السيدات المتزوجات ومن الشابات المتزوجات ازواجهم هما من المغاربه المهاجرين الى الخارج، فاحنا كنحيوهم. نعم نعم اكيد اكيد. فكنت كنقول ماشي كلشي السيدات كيلقاو اهل الزوج ديالهم متفاهمين وكيتعاملوا معاهم بالموده وبالرحمه. اكيد انه هذه شي حاجه اللي انت فيها محظوظه، واللي اليوم انا بغيتك توصلي باش طبعا نوصلوا نتكلموا على هدايه البنيه ديالك اللي عندها 3 سنين ونص. قلت لي كنت كتحسي بفراغ، كيفاش اليوم ملقاتو بنيتك وشنو تغير؟ شنو تغير فيك مع الامومه من وليتي ام؟ عاودي لي هانيه. فاش زادت بنتي قلت لك فاش كنت في الحباله ديالها كانت كتقول لي يا عبوتي الله يخليها لي في هذا النهار، كتقول لي عيني انت بنيه انا غادا نعاونك فيها وفهمتي غتقاسم معايا كل شيء معايا تعاوني فيها. لحقاش اول ترابيه لي انا ما غاديش نعرف بزاف الحوايج صراحه. عاوناتني على ترابيتها وسهرت معايا، كانت معاوناني من البدايه ديالها حتى لدابا لحد الان باقي كتعاونني عليها. صافي الحمد لله عمرات عليا حياتي ونساتني وبقات معايا. الامومه غيرت لي بزاف الحوايج وعلمتني بزاف الحوايج. علمتني الحب والحنان والسعاده والعاطفه، والامومه كتخليك تخرجي اي حاجه زوينه في الداخل ديالك بلا ما تحسي. نعم وغيرت هذا ديالك جدا مؤثره اليوم هي كتقسميها معنا وانا كنحييك. إذا طلبت منك كلمة أخيرة في الختام ديال هذا اللقاء معنا، شنو تقولي لكل السيدات اللي كيتصنتوا لنا الآن؟ نقول لهم الله يصبرهم على وليداتهم، الله يخليهم ليهم. والأمومة كتبغي الصبر بزاف ومسؤولية كبيرة كبيرة بزاف، وأنا خلاتني نحس بطعم الحياة ونحس بوالدية بالخصوص الأم ديالي اللي كبرتني أنا وخوتي وسهرت على تربيتنا. الله يخليها ليا والله يسمح ليا منها، لا هي لا خالتي هي عروستي. وتحية كبيرة لجميع الأمهات والله يخليهم لينا ويطول لهم في العمر ديالهم. وكنتمنى كل واحدة تشوف وليداتها كيف كتمنى يا ربي، ولا لا يحرم شي وحدة من هذا الإحساس. والأخت أنا بغيت نعم هانية ليك واحد تحية الشكر بالأمازيغية. مرحبا مرحبا على راسي وعيني، أهلا بارك الله فيك. أنا منيرت باهرة يوم قرن أوتما سنة برنامج دار قيس نستفاد باهرة أرض فرح باهرة إيقون سلاغ. شكرا بزاف بزاف على استضافة ديالكم. تنمير تنميرت ليك، سلمي لي على عجوزتك بزاف من عندي، وسلمي لي على هدايا، وتنتي ان شاء الله تفرحي ببنيتك كيف كتشوفيها كيف كتمنايها تشوفيها ان شاء الله. الله يحفظها لك. وانا كنحييك وكنقول لك هاد القصه ديالك غزاله بحالك، فيها كثير من الحنان اللي وصل لقلوبنا. وكنعاود نحيي كل ام اللي كتصنت لنا ومازال ما خداتش هاد الخطوه انها تلتحق بنا على المجموعه اللي هي نسائيه 100% خاصه بالامهات. ستي الحبايب مرحبا بك معنا أنا ألالا ومع ماكسيس. عاودي لنا تنتي الأمومة كيفاش غيرات حياتك، وتقاسمي معنا بكل قوة وبكل حب وحنان هذه التجربة ديالك. شكرا. قدم لكم هذا البرنامج من طرف ماكسيس. ماكسيس